اللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الأفريقي هيتحمل تكلفة سفر وإقامة 40 فرد فقط، 40 فرد فقط. وبالتالي لما المنتخب يسافر ب 23 لاعب زائد 17 مسؤول اللي هو جهاز فني وإداري وطبي وعمال مهمات مع رئيس البعثة وأعضاء من اتحاد الكرة، العدد لا يزيد عن 17. طب الناس ممكن تقول لي طب ما ال 23 ممكن نخليهم 27 لاعب وال 17 إداري ومسؤول يبقوا 13 بدل 17. لا، الكاف رفض، قال لك أنا هتحمل 23 لاعب بس وال 17 جهاز فني وإداري ومسؤولين، دول 17 بس. أي زيادة عن ال 23 وال 17 الاتحاد الوطني يتحمل التكلفة. وبالتالي دي كانت آخر التفاصيل المتعلقة بالترتيبات التنظيمية والفنية خلال الفترة اللي جاية المتعلقة بكأس الأمم. البطولة هتبدأ 13 يناير، أي لاعب هياخد إنذار وإنذار في المباراة الثانية هيغيب المباراة الثالثة. يعني البطولة كأس الأمم إنذارين تغيب المباراة الثالثة. في البطولة أي منتخب لعبته هتاخد 4 إنذارات في المباراة واحدة، في غرامة مالية تقدر بحوالي 10,000 دولار. ففي تفاصيل كتيرة الاتحاد الأفريقي أخطر بها المنتخبات المشاركة في الفترة اللي جاية، ومعلومات إن المنتخب المفروض في اجتماع في الساعات اللي جاية وفي وفد هيسافر عشان يشوف المشاكل اللي أنا كنت طرحتها في الأيام الماضية. كل التوفيق لمنتخبنا زي ما بنقوم بدورنا مع الأهلي ومع باقي الأندية في الأمور الإفريقية والمسابقات الإفريقية، كان لازم كمان نركز على دور منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية. فاصل، وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا عن مباراة الأهلي وميديا مالغاني.